يتطلق العباد الله محرشين شعبهم كلب من الكلاب في الإعلام. بالنسبة لي كلاب الإعلام والمسلسلات والأفلام والدراما وبعض البرامج. يتطلقين عليهم واحد المسلسل ديال الشيخة ياك نعمس المغاربة من اللي المرأة فضلا عن الرجل المرأة من اللي كتسمع كلمة الشيخة لحماتي يشوك هي كتسمع لحماتي يشوك ما بغين عباد الله أن تطبع مع هذا المنكر فكيبيروا على اعتبار أنها بنتها وكيضايقوها الوليدات والتنمر أمك شيخة وكذا لكن البنت تبتات قفات نعم سيدي وقرأت تأخر بلي رمها شيخة ياك نعمس كيقول لك لا راه هذا هو الواقع هذا الواقع اللي كتعيش فيه انت الا قالنا هذا الواقع ولي الواقع اللي كتعيش فيه انت دربكم في شي شيخه وانت دربكم في شي شيخه تدربكم في شي شيخه ثلاثه الدروبه بعدا ما فيهم الشيخه فين الواقع اللي كتهضر عليه انت ولكن غنجيو نقلبوا نلقاو دربكم في واحد المراه شيبانيه تقرا القران ونلقاو دربكم في واحد العدد ديال العائلات الشيبانيه تقراوا القران شيبانيه الداعية المغربي ياسين العمري يرد على مسلسل المكتوب. انتقد الداعية الإسلامي المغربي ياسين العمري المسلسل المغربي المكتوب الذي يعرض على شاشة القناة الثانية طيلة شهر رمضان واعتبره عمل يطبع مع موضوع الشيخات ويطرحه ضمن قالب اجتماعي عادي ومألوف موجه للمجتمع وفق تعبيره. وقال العمري في معرض تصريحاته وفي انتقاد واضح ومباشر للمسلسل الذي خلق جدلا واسعا منذ أول أيام بثه خلال شهر رمضان أن كلمة الشيخة في المفهوم المغربي كلمة تصيب الأبدان بالقشعريرة بمجرد سماعها للمرأة قبل الرجل. المرأة ملي كتسمع كلمة شيخة لحمها كيشوك وهما باغين عباد الله تطبع مع هذا المنكر. وزاد العمري في انتقاده اللاذع للمسلسل موجها إياه للذين يدافعون عنه بكونه يعكس الواقع المعاش بأن هذا واقعهم هم وليس واقع كل الشعب المغربي إذ يقول هذا الواقع اللي كتعيش فيه انت اللي كيقول هذا الواقع اللي كتعيش فيه انت هذا. وأضاف الداعية المغربي في سياق انتقاده لمسلسل المكتوب بتوجيه سؤال للحاضرين واش دربكم في شي شيخة ثلاثة ديال الدروبة ما فيهم شيخة ولكن غتلقى مرأة شيبانية كتقرأ القرآن الكريم هذا هو الواقع علاش ما نديروش عليه شي مسلسل مضيفا ولا هاد النوع من المسلسلات ما كيجيبش فلوس. وقد أوقدت هذه التصريحات النار على الداعية المغربي على منصات التواصل الاجتماعي مباشرة بعد انتشار المقطع الذي يوثق لكلامه بين منتقدين وداعمين لرأيه بحيث عبر الكثيرون عن كون تصريحاته تعتبر رجعية ولا تحترم التنوع والحرية اللذان يعرفها المجتمع المغربي وما المسلسل إلا مرآة تعكس الواقع المعاش فيما اعتبر آخرون أن كلام العمري عين العقل وسليم للغاية ويجب أخذه بعين الاعتبار. وأثار مسلسل المكتوب أو ما يسميه البعض بمسلسل بنت الشيخة والذي يعرض على شاشة القناة الثانية المغربية ويلعب بطولته كل من دنيا بوتازوت في دور الشيخة إلى جانب أمين النجي ومريم الزعيمي جدلا كبيرا منذ بداية عرضه خلال الشهر الفضيل باعتباره يخدش الحياء العام ويكرس لثقافة الشيخة وتدخين السجائر الإلكترونية ما يعتبر خطرا كبيرا على تربية الجيل الناشئ وفق العديد من المنتقدين. يقتلقين عليهم واحد المسلسل ديال الشيخة ياك نعمس المغاربة من اللي المرأة فضلا عن الرجل المرأة من اللي كتسمع كلمة الشيخة لحماتي يشوك هي كتسمع لحماتي يشوك وما باغين عباد الله أن تطبع مع هذا المنكر حيت كنجيبو الخبار خا ما تنتفرجوش كاين تاني خصنا نجيبو الخبار عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ولن لم يعرف الشر يقع فيه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.